مسؤولون إيرانيون يتحدثون عن ترتيب مع الحكومة العراقية أستاذ جعفر للقيام بالقصف الإيراني على أربيل، هل ما يطرح يعني منطقي؟ هل يعني تسمح الاتفاقية الأمنية المبرمة ما بين البلدين بذلك؟ حقيقة هذا من الأمور التي تذهل الفكر السياسي، أنه يتم قصف سيادة بلد وهناك حكومة مركزية وحكومة إقليم وإجراءات دبلوماسية ما بين الطرفين، إجراءات اقتصادية ما بين الطرفين. سبق وأن كان قبل هذا القصف لقاء ما بين الجانب العراقي والجانب الإيراني، وأن يدعى مثل هذه الادعاءات أنه نحن أخبرنا أو أعلمنا الجهة العراقية بأن هناك يتم قصف. أنا حقيقة لا أتوقع هذا الشيء ممكن أن يحدث أو حدث. هذا له تبعات كثيرة، هذه تحرج الحكومة، تحرج القرار السياسي العراقي، وأنا باعتقادي حقيقة هذا لم يكن، كما أن السيد قاسم العرجي في ذهابه إلى محل القصف علق في هذا الأمر أنه نحن ليس لنا أي علم بهذا الموضوع. وهذا الادعاء قد يخدش الوطنية للحكومة العراقية، وأنا لا أتوقع قد حدث مثل هذه الأمور. تأكيدا لهذا الشيء رد السيد السوداني في دافوس وتعليقه على هذا الموضوع.